مرحبا شباب، وبهذا الفيديو اليوم راح نرجع لكم بالذكريات ونستخدم لكم سلاح الام 4. ليش استخدمنا سلاح الام 4؟ لان هو يذكرنا باول سيزون نزل بخريطه فردانسي، كنا حبينا اللعبه وحبينا هذا السلاح باول تجربه لها قبل لا تنزل الكولد وور، قبل لا تنزل اي اضافه ثانيه للعبه. كان هذا السلاح هو المسيطر، فاستخدمناه لان هاي اخر ايام فردانسي بوور زون، لان يوم 8 بالشهر حتنزل خريطه باسيفيك ستورم، وحينزل وياها الانتي تشيت اللي راح نتخلص منها كريه. ان شاء الله يشتغل هذا الانتي تشيت ونتخلص منهم للابد. وايضا اللي طالب اللعبه فانجر طلب مسبق راح تنزل لهم الخريطه يوم 8 بالشهر، واللي ما طالب الفانجر طلب مسبق راح تنزل لهم الخريطه يوم 9 بالشهر للكل. شوفوا الفيديو استمتعوا بيه، استرجع الذكريات، ولا تنسونا باللايك. شكرا للمشاهده شباب. Shiva banana. One point. No. I have one more thing you forgot. No, I'm not related. I'm on fire. Oh my God. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Friendly UAV overhead. والله في واحد على تيم يكتبني سنايبر بعيد يكتبوني ذول الباش مان. لا 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 بعد على وين الكوماتي المضيع على هاي الميلانو طلب بسيط فاشلين ما حد ما نزل وينكم لا 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 Batten to redeploy to the AO. Throwing frag. No, no, no. Bounty target identified. Other name, Al Bab Hussein. Teammates from the gulag. If they survive, they can redeploy. Yeah, I'm home. يا امها لا ام ديد هوي شنو الموضوع اوف فايت ويا تيم سنايبر ماله انظروا جود تو جو لا ظني سنايبر مين تيم كامل جوا كده منهم بس في هذا كذا حسين اكو تيم بالكوار جاي فايت وين جسمه ما لهم علاقه بالكلوني يقول لا اله الا انت شايف فوقه
عشان لوتك كاسبر هذا؟ والله منو لوتك؟ مش 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 Good to go. لا ما عدنا فتحنا صار لنا ساعة من فتحنا. على كده على كده كده. Oh God. ربوني على أربعة وين رحت؟ قدامك. على دولي يقول اقرا يا حسين هذا واضح واحد ثاني يسار لا انا لا حسين انمي بوتي سنايبر سور محمد نو واحد عليه بالضبط على اللي على يب مين اتش يا هذا يسوي سيو يا جماعه ما عندي بطه لا جي تحاصرهم من فوق اوف 12000 دمج يلا اوه والله انا مفور حلوه ها صارت قطعه